اكشن. ان شاء الله انطونا رايكم اصدقائنا، لازم نكون ونخلي اولادنا نعلمهم على هذا الشيء. فهسه راح نشوفكم الميز والتحضيرات اللي مسويها. هلا اصدقائنا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونين بخير. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو احنا ووليد اجينا لهنا بس الساعة عندنا بالعشرة ونص الصبح، حنتريق يم التركي وعندنا تسوق يم من التركي، لان تعرفون التركي سوق عربي يعني حلال، فنجي من عنده نتسوق ونروح نتسوق من الاردي ونشوفكم شنو. اليوم الاجواء حلوة ان شاء الله، تعطينا مجال تلبلب تلبلب، تعطينا مجال. صباحكم الله بالخير اصدقائي، واليوم ان شاء الله يكون الفيديو مميز ومجمر مثل ما وعدناكم. جمال راح تبقى ويانا بالقناة مستمرة ان شاء الله، وطبعا بجهودكم طبعا انتم شجعتوها وشافت التعليقات ما شاء الله التعليقات، فالشيء كلش حلو وراقي لان انتم راقين صراحة، والتعليقات والله العظيم تفرح. ابقوا ويانا وهسه راح نروح ونشوف. لا وليد، وانا هم بدي اقول لهم شغله، أنا أشكركم على التعليقات لأن هي هم شجعتني، ما في يعني ما شفت تعليق ما حلو. الحمد كلها لله حلوة، وكلكم صديقاتي وأصدقائنا وإخواننا إن شاء الله، إن شاء الله وإن شاء الله تعجبكم الفيديوهات. وأكو شغلة مهمة هماتين لازم تعرفوها، طبعا راح نغير إحنا اسم القناة وحنغير الصورة. كبداية راح نبدل الصورة على مود الصورة إن يعرفون قناة الشيف وليد، مدة يومين ثلاث أيام ان شاء الله، ونغير الاسم وراها. راح الاجواء جمال كلش بارده، بارده اليوم كلش والله. وليد ورطت قال الجو زين، قلت لها زين لين ودي تجوري الصبح للروضه، قالت لا الجو يخبر شو جيت هنا بارده. يعني قالتهم بارد. اي هاي المنطقه مدينه هانو حلوه، منطقه حلوه، مدينه حلوه ومرتبه. اي اكثريتها مدينة الاتراك الشرق. هاي هنا يسوون احتفالات دائما بهاي الساحة. وليد تدري شنو هاي الاحتفال هاي؟ اي تذكر بذيك الساحة كانت. اي السنة جايبيها هنا مال تزلج. ما تزلج. اي والله نسوي لهم فيديو هنا. نجيب الجهال. نجيب الجهال ان شاء الله. شوفوا هاي التزلج صحيح مال الثلج الصناعي. نجيبهم يمكن الثلج. اي اي ان شاء الله نسوي لكم فيديو هنا. مكان كلش حلو. خلي التركي هسه ها. ايه. نتريق. طبعا اليوم ام جمال ماكو. اليوم 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 النظام المتقطع اليوم. اي لا مو كسرنا اليوم الريوق مالتنا احنا 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 من البارحه بالليل البارحه العصر اي ما ماكلين، بس اليوم راح ناكل فطاير انا ومجمولي. ها يعني قلت له شوي نغير تغيير. اي راح نشوفكم احنا دائما نجي. هاي الفطاير هنا لحم بعجين، هاي سبينار وجبن، وهذا الجبن الكيزة ام جمال تحبها. وين قاعدونا؟ قاعدونا برا اليوم صراحة. لازم بس اللي عنده تلقيح يدخل جوا، احنا عندنا تلقيح ملقحين بس نسينا الدفاتر مالتنا، والمفروض ام جمولي ناخذ لهم صورة ونخليهم بالتليفون بعد. اي والله يلا ونقول لكم الف عافية. علينا وعلينا ناخذ تشكيلة هماتين على مود الزين ام جمال اللي بيها الطاولة بي تي 4 شلون يخبر هذا مو من الله مثل ما غيرنا راينا جينا للاسواق العراقيه. حبيبي شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. جينا للاسواق العراقيه نسوق من هذا. شوف اللحوم هنا لازم واحد يعرف المصدر مالته صراحة، منين ياخذ منين. شوف هسه اصدقائنا يعني سوقنا وخلصنا مسواقنا ورايحين للعالدي همينة، حاخذ وليد للعالدي. خلصت مسواقك؟ خلصت مسواقك وتروح للعالدي؟ وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله من العالدي شوية جولة سريعة وبعدين نرجع للبيت. واليوم هو تحضيرات حتكون بالبيت يوم الاثنين، يعني اليوم مولود النبي
ألف الصلاة والسلام على سيدنا وإن شاء الله حسوي لكم فيديو الأجواء المولود النبي وحسوي هسه أسوي الزردة اليوم الزردة مال أم جمال طبعا ما نتناقش عليها يعني مية مية تسويها أم جمال تسوي الزردة مية مية دائما أسويها طبعا. دائما يعني كل سنة إحنا نسويها مية مية إن شاء الله اليوم راح أسوي لكم الطقوس مال الزردة وراح أسوي لكم الصينية مال مولود النبي الميز يعني هاي طبعا كل التحضيرات احنا قبل اسبوع محبوسين انا وام جمال واحنا دائما متعودين وليد هاي الشغلات من احنا اطفال طبعا هن علمونا ايه وبعدين انا تزوجت عيالي هم كذلك مستمرين وطلعنا مولود النبي والزكريا ومحرم كل هاي ورمضان كل احنا مستمرين ومن طلعنا من العراق من 2014 لحد هسه احنا هم مستمرين كل سنه نسوي هاي الشغلات على مود ام جمول ثلاث سنين احنا اهم شيء اولادنا يبقون على نفس الاطباع والتقاليد مال اهلنا اكيد يعني مثل ما احنا تعلمنا هم طبعا اكيد طبعا مرات الجهال مالتنا يعرفون مثلا العيد يقولون لازم نشتري هدوم مال العيد انا شو اقول لهم اناقش مع الشيخ وياهم اقول لهم يا بس العيد احنا وين طالعين لا مو هذا عيد لازم نشتري ملابس صراحه لازم عرفت شلون مثل مولود النبي مثل بنسوي للزكريا هم ينخبصون ويانا الاطفال يعني يكونون كلش فرحانين واكو شغله وليد اليوم اني والبنات مسويه شغله حنلبس كلنا كلبيات يعني مناسبه مولود النبي وانا شو البس انت ما حتلبس زي عربي يعني عندك دراشه ويلك وشماغ يلا خير ان شاء الله شيء يوم حركي شلون على متصرف زين اولي علي جوي يلا يا عمي يلا شي خلص المسؤول ويلا خلص طب للعالدي للعالدي نروح انا دائما الالدي واللي يدير اسير انا واحد بصف الاخر جوري تحب الاناناس لالنقي تريدين طيب هذا لالنقي سوي عمود زين الميز بيها وياها ترتيبات يلا شنو بعد هناك ايش ناخذ تفاح شوفي لنا تفاح ناخذ جوز هذا شنو الجوز هذا بالكيلو ناخذ واحد جوز تفاح هذا اخضر هذا شوف شكله مو على الحلو والله تفاح له هذا وهذا ها بعد ها تايت مو الملابس يا هو شقتي هذا اخذنا منه المارك هذا والله ريحته طيبه ناخذ هذا المعطر وياه يلا هذا مو مجال شنو جديد تاخذين؟ شنو ابو تيته؟ يلا تعال منه يلا يا ابو يلا مجمولي تاخرنا ترى وعرب وانتها ها؟ ما نشبع يعني من مسود اصلا اي والله ما نشبع ابد زين السويتش وين دقيقه يمك يمي والتمن دايفور وهسه حضيف هنا عندي شكر هنا الزبد هنا اللوز هنا مبروش وهنا القرفة يعني دارسين وصبغ اللوزينة وهنا الهيل هسه هنا عندي الزبد هاي زبد عندكم هسه انا هذا بهالكمية اديرة ويا المي والتمن من يفور اخذ بعد يعني نص علبة زبد بس مثل هاي كاملة نصها تضيفوها شوفوا أصدقائي هسه هاي نص علبة زبد وهسه تفور ويا التمن والماء هاي كلش سهلة طريقة عمل الزردة وما تطول عندكم ما تاخذ وقت وجربوه كلش طيب أنا هاي دائما هاي طريقتي أسويها وطيبة ويحبوها وهواي صديقاتي وأصدقائي واختي اليوم خبرتني هم يعني علمتها طريقتها وسوتها قالت كلش طيبه تخبل وسريعه بس اصدقائي احطها شويه في الخلاط و
خلطتها بالخلاط، وهذا شكر كيس كيلو، فاني حادير نصه وحسب الحالة مالتها، يعني حسب ما انتو تحبوها حلوة وسط، احنا نحبها يعني وسط مو كلش حلوة. وهسه حضيف هاي ملعقة من المبروش جوز الهند واحدة، وبعد الثانية هاي ملعقة الثانية، ونجي نخوط بها بحيث الجوز الهند مبروش انت طعم يخبر بالزردة كلش طيب، جربوه. الهيل المطحون واحدة، وهاي هاي الثانية، وحسب الرغبة اللي يحبي يخلي مي ورد، اللي يحبي يخلي هيل، انا هاي ثلاث ملاعق هيل مال شاي. وهسا اظل اخلط بيها الماء، احس بيها شوية سخن، يعني مو كلش ثخينة، الزردة كلش ثخينة ما طيبة، تكون عم بقدر تاكلون تمن، فلازم بيها شوية يعني نقول مو ثخينة، يعني شوية وسط، لا خفيفة ولا ثخينة، وسط تكون. هاي اليوم جمول مسويت لنا كنافة بالمحلبي، شوفوا عيني. هاي الفيديو سويت الطريقة مالتها، حتنزل على قناة زينب. على قناة زينب حبايب قلبي. المواد شنو ضفتيها؟ كنافة. شعرية مال كنافة. وشنو وياها؟ وجوز الهند المبروش. مبروش جوز الهند. وشكر حمستيهن مو؟ اي بس بدون لا زيت ولا زبد. حلو. على النار. هاي حتى تفيد هاي شو اسمه للدايت. ومحلبي. هاي ومحلبي. وزينوها بالفستق. وانتم بعد بكيفكم وانتم ترتيباتكم. المبروك. جمال. هلا جمال وبالزرده اللي مسويتها ابو على الهيل، والله بعد الريحه مالتها هو اللي خبر ريحه الزبد. ريحه الزبد والهيل وال مبروش. والمبروش ماكو هيك. اليوم صلوات على محمد، اليوم الترتيبات غير شكل، اليوم حتى الدايت تختلف، اليوم ماكو دايت، اليوم سحق، اليوم كسر جمال كسر. اليوم كسره للحصار. شوفيهم الثخن مالته شلون يصير الزرده، شوفوا حبايب قلبي الثخن مالته يصير هيجي وسط. ليش هيجي يصير؟ على مود تبقى الزرده بالمواعين تنصب براحتها، وتبقى هي من تبرد راح تصير عندكم مثل الحلقوم. شوفوا حبايب ما تصير ثخينه، مو مثل عجينه التمن. اي هيك تصير. شوف اها شوفوا حبايب، قرب الصوره عليكم على مود تشوفوا، شوفوا شلون تنزل. اه هيك بهالشكل هذا. هي من راح تنشف بالثلاجه او برا راح تصير حلقوم. هنا ايش عندنا؟ شوفوا عيني هذا اللوز شوي رايد لحمسه. اصدقائي مثل ما شفتوا كملنا الزرده والباقي الحلويات والمعجنات اللي سويناهم، وهسه لبسنا القلبيات وان شاء الله تعجبكم. زين انت لبست القلبي زي العربي، زي العربي يا رب ان شاء الله نقول ينعاد عليكم كل سنه وبالصحه والعافيه والامن والامان يا ربي علينا وعلى الامه الاسلاميه. وطبعا اليوم انا وام جمال صار لنا كم يوم نحضر نجيب حلويات ونطلع، لان تعرفون يكون واحد عنده شغل فنستغلها بوقت فراغي استغله، فطلعنا اليوم همتين وسوقنا ورحنا جبنا للبيت ورحنا جبنا البيتي فور وسويت لهم بعد. والله سويت الزردة مثل ما شافوا والكنافة بالمحلبي. وهسه نشوفكم. وهسه نجي من هنا البيتي فور وهاي الشغلات والزردة. والشمعة. هنا الشموع. يلا مجمول اشعل الشموع. هسه اني حشعل الشمعة واطلب مراد يا ربي تعطينا مرادنا. وهاي انا رتبتها. وهاي الشموع. وهاي شمعة للمتابعين ان شاء الله هم يطلبون اللي يريدوه لحق. ان شاء الله رب العالمين يحقق لهم اياه بما يتمنون ان شاء الله. وهاي انتم الباقين البنات
شغلة زنوبة. يا رب هاي الشمعة الزنوبة إن شاء الله الله ينطيها مرادها. يلا جوري. حقق عليها هسه همتين. شغلة الشمعة وبعد ورودة. هاي ورودة الحلوة. هاي. يلا هاي شغلنا الشموع وهسه نجي هنا. وجوري الحلو ويانا على مود ناخذ وين جوري شو؟ هابي بيرثداي تو هابي بيرثداي تو تقول والله يا جوري شوفي اجواء حلوه ان شاء الله وانطونا رايكم اصدقائنا. ايوه هسه رجعنا لكم بعد ما كملنا وان شاء الله فرحه وحتى الاولاد وراح نقول لكم من خلال الفيديو. زينب شو تقولي لهم؟ اتمنى الفيديو عجبكم، فاذا عجبكم سووا لايك واشتركوا بقناة وفعلوا اهم شيء الجرس ونشوفكم ان شاء الله ان شاء الله. يلا باي.